سعداء جدا بتواجد محمد صلاح في جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام 21. ليفاندوفسكي، ميسي، محمد صلاح. ألف مبروك محمد صلاح، وبقدر سعادتنا بقدر إحساسنا بأنه الموضوع صعب جدا على مستوى الفوز بهذه الجائزة. ليفاندوفسكي 59 هدف في موسم واحد، رقم رهيب جدا. ميسي والكوبا الأمريكا وفرانس فوتبول، جائزة تضغط أصلا هذه الجائزة متاع الفيفا. أتوقع أنه صلاح منافس شرس، وهذا شرف كبير تواجده هنا، ولكن الجائزة ذهبت إلى ليفاندوفسكي.